مجموعة قنوات ام بي سي ان القيصر كظيم الساهر قد اعتذر عن المشاركة في هذا الموسم في لجنة تحكيم برنامج اختيار المواهب ذا فويس كيدز، ليترك مكانه فارغا الى جانب نانسي عجرمي وتامر حسني. فيما صرحت مصادر داخل الام بي سي ان المرشح الاقوى ليحل بدلا عن الساهر والسوبر ستار راغب علامي، لكن لم تحسن مع الاسماء الجديدة لاعضاء لجنة التحكيم بالاضافة الى اسم النجم الذي سيحل مكان الساهر نهائيا. على الرغم من ان حضور الساهر في ذا فويس وذا فويس كيدز كان اكثر من لائقا ومتميزا حيث تفاعل معه الجمهور كثيرا، لكن الساهر قد صرح سابقا ان ذا فويس كيدز سبب له ازمة نفسية، خاصة حين كان يرى بكاء الاطفال بعد رفض لجنة التحكيم له، ما جعله غير قادر على تجاهل هذه المواقف او تخطيها. لذلك صرح في احدى لقاءات تلفزيونية ان انسحابه من البرنامج اصبح وشيكا.